نعرف ونتعرف على اول صنف عندنا نعمل بلح الشام وازاي بلح الشام يطلع كريسبي. تعالي هنا، انا سامع ان عندك عزومه وناويه تاخدي معاكي حاجه حلوه. يهدك، هتروحي الباتيسيري وتقفي في الطابور ساعتين ويجيلك دوالي، كل ده عشان تجيبي كنافه البافارواز، وفي الاخر هتروحي العزومه تلاقي صاحبتك القرشانات جايبين احسن منها. ويا ريتك يا حبيبتي حتى بتدوقيه، دول يفضلوا عينينها بربطتها ويعزموا بس عليكي بالكنافه الارديحي. فعلى ايه بقى يا حبيبتي قله القيمه؟ انت العزومه اللي جايه وفري فلوس الحاجه الحلوه دي واعملي بيها حاجه احلى. وما بتتخنش. لو عندك عزومه قول لحبايبك ما يجيبوش حلو، وفلوس الحلو دي اتبرعوا بيها في صندوق الخير من وصلة خير، والفلوس هتروح لعمليات اطفال. كلمنا على 19385 وهنوصل لك الصندوق لحد البيت، او اطلبه اونلاين من وصلة خير.com، وخلي لمتنا سبب في انقاذ انسان.